فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. يأتي في هذا المسألة يا شيخ أحيانا بعض الأكلة يرفع الإناء بيسراه ويجعل اليمنى تحته، أقول ما أشربت بشمالي. يبي يطبق مشابهة الشيطان يعني ولو بنسبة قليلة. الله المستعان، ولحق بشيء من الإسلام. نعم، فهو إن كان فعل هذا للحاجة، يعني يده اليمنى مختلة أو يتساعده بالشمال ما في بأس، لكن إذا فعله يده اليمنى قوية وصالحة للاستعمال وفعل هذا فهذا تشبه بالشيطان. داخل في المنهي عنه؟ نعم داخل في المنهي عنه، ولو لم يكن بالجملة، لو لم يكن دخولا كاملا، لكن فيه دخول، فيه نوعية دخول. نعم، ما يستعمل الشمال إلا عند الضرورة. أقوى حجة لهم يقول حتى لا يتسخ الإناء الشراب، وأحيانا يكون علبة بيبسي قد ترمى. لا، ما هو هذه ما هي حجة، لأن هذا يحب التشبه بالكفار، ولأن الكفار يأكلون بشمالهم، هو ما درى أن الشيطان يأكل بشماله. يمكن يتلع يشوف الكفار، يتلع عليه الحديث. لا، يشوف الكفار ويقلدهم. طيب، هل فإذا تلي عليه الحديث فعل الحيلة هل أنت تقول هذه؟ وبعضهم لما قيل له لا تأكل بشمالك، مع أنه من المتعلمين، ومن قال لما ربي خالقها ليه؟ الله المستعان. نعم، يعني كلام قذر والعياذ بالله. مثل هذا المحاجة أمام النصوص، يعني معارضة الوحي بالرأي، هل هو منهج المنافقين؟ يمكن بعض الغالين المتطرفين يقول له هذا نفاق، إما الناس أمام الوحي ثلاث طوائف، مؤمنون أجابوا وكفار رفضوا وبينهم من تردد، فيقول هذا أنا قصدت وسخ الإناء، أنا يميني أنا شمالي، هل له أن يقول هذا من النفاق مواجهة الوحي؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو جاء في كتاب الله فلا يسعنا أن نخالفه بأي وجه بأي حجة. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن كان هو ضل ضلالا مبينا وإن كان يرى أنه مصيب وأنه، لكن كما ذكرنا إذا كان يحتاج إلى استعمال الشمال فلا مانع، لكن إذا كان يستعملها بلا حاجة فهذا هو الممنوع.